ميدو امبارح يعني لقاء الاسماعيلي والاتحاد السكندري خماسيه خالصه ومكاسب بالجمله، عوده عفروتو، شيكابالا من جديد، حسني عبد ربه، مكاسب كتير جدا. ميدو يوم بعد يوم بيثبت ان هو الحقيقه مدرب كفء بشكل كبير جدا. ميدو مساء الخير. مساء الخير يا سيف، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. قاعد بتتفسح انت في اسكندريه واولادك ومريح دماغك؟ اجازه والله يومين يا سيف، احنا عندنا اجازه 9 ايام، فيعني الاولاد نقعد 3 4 ايام في اسكندريه. اسكندريه في الشتاء جميله يا سيف، عايز اقول لك يعني الجو عامل ازاي والدنيا نظيفه وفاضيه جميله جدا. ايوه بس انا شفت لك صوره كما يكون على بحر، والجو بتاع بحر ولا الدنيا بتمطر؟ اه والله بحر، بحر النهارده، النهارده نزلنا البحر النهارده. هو انت مش بعيد عنك اي حاجه يعني، حتى لو بتمطر ما هتنزل البحر يعني. بس الجو حلو والله. طب الحمد لله. يعني ماتش الحمد لله كنت موفق جدا امبارح مع فريق قوي، فريق الاتحاد السكندري، فريق كبير، ولكن الاسماعيلي امبارح عمل الحقيقه ماتش مهم جدا. اللغز بالنسبه لي عفروتو، دوست على عفروتو انت كتير، شكلك ان انت ايه يعني قعدت تستفزه لحد ما طلعت منه اقصى حاجه. شيكابالا يعود من جديد، حسني عبد ربه، يعني مروان، يعني شايف ان الفرقه بتفوق الحقيقه مش بس مكسب. يعني الحمد لله زي ما انت كنت بتقول يا سيف، المباراه بالنسبه لنا كلها مكاسب. انا بقول ان الابطال الحقيقيين هم اللعيبه، احنا طبعا كجهاز احنا بنجتهد وبنخلص وبنحاول ان احنا نكون عادلين بشكل كبير جدا بين اللعيبه وبين بعض وبين الجميع يعني داخل الفريق، لكن اللعيبه هم الابطال الحقيقيين. اللعيبه خدوا عهد على نفسهم بعد مباراه الداخليه ان هم باذن الله النتائج هتتحسن وان هم يكونوا افضل الفتره اللي جايه، وخدوا عهد على نفسهم ان هم هيجوا اسكندريه هنا عندهم مباراتين ب6 نقاط وان هم مش هيرجعوا اسكندريه الا بيهم. وده دور القاده اللي داخل الفريق زي حسني وزي صبحي وزي شيكا وزي احمد سمير فرج وشوقي السعيد، كل دول لعيبه عندهم شخصيه كبيره جدا، وفعلا بعد المباراه الداخليه بان اللعيبه الكبيره جوه الفريق. فاحنا بالنسبه لنا، انا بالنسبه لي سيف، بعيدا عن النتيجه، انا في بعض العلامات الايجابيه المهمه جدا بالنسبه لي، اهمها ان من 5 مباريات الحمد لله ما استقبلناش الا هدف واحد، وده بيوري لك يعني نجاح منظومه العمل داخل الفريق، الفريق ككل، مش الدفاع بس ولا عواد بس، لا كل الفريق بنشتغل يعني ككتله واحده وبندافع مع بعض، ودي نقطه مهمه جدا ان احنا هدف واحد فقط. الحاجه الثانيه ان احنا الحمد لله اكثر فريق احرز اهداف في الدوري، 11 هدف في 5 مباريات، فكل دي مؤشرات ايجابيه جدا بالنسبه لي، لكن مش هتخليني ارفع سقف الطموحات. سقف الطموحات بالنسبه لي والاهداف واحده لا تتغير، وهو ان شاء الله التاهل للمربع الذهبي. واحنا كان بالنسبه لنا مهم جدا ان احنا قبل التوقف، احنا عندنا توقف زي ما حضرتك عارف طبعا 5 اسابيع لغايه 16/12، كان مهم جدا ان احنا ننهي بنتيجه ايجابيه ونتيجه مطمئنه لجمهور اسماعيليه. الناس في اسماعيليه عايزه تحس ان الجهاز الفني عنده استقرار، قاعد لاخر السنه، مش كل يوم هنتفق ونجيب جهاز فني جديد. مفيش اي سيف اي تفكير في اي حاجه، يعني اي اقاويل الناس بتسمعها عن العوده للزمالك سواء مني ليا انا او لشيكابالا او لاي حد، ده كلام كله ملوش اي اساس من الصحه. احنا مستقرين في الاسماعيلي وعندنا هدف زي ما قلت لك في الاسماعيلي ان احنا نكمل الموسم ان شاء الله، ونكمل الموسم بشكل جيد، ومفيش يعني مفيش اي متغيرات. ففي كلام بيتقال كتير في الميديا خاصه على موضوع شيكابالا ان هو راجع مره ثانيه للزمالك وبعد تالقه والكلام ده، لكن الكلام ده ملوش اساس من الصحه. شيكابالا ان شاء الله مكمل معانا الموسم، احمد سمير مكمل معانا الموسم، وهم الاثنين يعني لا يمكن ابدا ان هم يمشوا في وسط الموسم، لان احنا عندنا اتفاق مع نادي الزمالك ان هم الاثنين عقد اعاره لمده موسم كامل، وان شاء الله كمل الموسم معانا. مفتاح شيكابالا معاك؟ يعني شيكابالا يا سيف محتاج تعامل نفسي معين، وانا كنت متاكد ان انا لو دعمته بشكل كافي ودعمته بشكل معين ان هو هيبقى عنده رد فعل ايجابي يعني جوه الملعب وبره الملعب. فعلا يعني شيكابالا لعيب ملتزم جدا، بيتمرن كويس جدا، ملتزم في مواعيده، ملتزم في كل شيء، وهو اخلص وتعب الفتره اللي فاتت، وربنا كرمه يعني الماتشات الاخيره ان هو ظهر بمستوى جيد. لكن اللي عايز اقول لك يا سيف ان شيكابالا عنده اكتر من كده بكتير، يعني هو
تألق وعمل 3 4 اسيست في الماتشات اللي فاتت واحرز اهداف وكل الكلام ده، لكن ده انا في رايي مش كونه لسه ما وصلش حتى ل 50% من مستواه. هو عارف كده كويس جدا. انت ممكن تشتغل مع لعيب ما عندوش الحاجه الاساسيه وهي الموهبه، شيكابالا عنده الحاجه الاساسيه، عنده الموهبه، عنده الموهبه الفطريه، الاهداف اللي هو احرزها امام الحرس وامام الاتحاد بيبين لك مدى او كم موهبه شيكابالا. ما اعتقدش ان الهدفين اللي هو احرزهم دول اي لعيب ثاني في مصر يقدر ان هو يحرزهم بالشكل ده. فاحنا شغالين معاه وان شاء الله يعني تكون مجرد بدايه، المباراتين الثلاثه اللي فاتوا دول يكونوا مجرد بدايه، ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون افضل وافضل. المفروض ترد عليك وقال لك انا اهو. انت عارف بقى لما جاب الجون جه جري بيجري عليا بيقول لي ايه؟ اه بيقول لي لاعبني بقى حرام عليك. والله العظيم ما اعرف قال لك ايه، بس من المؤكد ان لازم يقول لك انا اهو. يعني هيقول لك ايه؟ لا عفروتو برضه لا يختلف عن شيكابالا، موهبه كبيره جدا. هو عطل نفسه كتير في السنوات الاخيره لاسباب مختلفه. انا كنت يعني قاصد وعم استفزيته. انا كنت متاكد انك قاصد. يعني انا حتى في تصريحاتي الاعلاميه كنت بطلع وبقول تصريحات قاسيه جدا على عفروتو، املا في ان انا اجد منه رد فعل ايجابي، وفعلا هو ده اللي حصل الحمد لله. احنا اتعاملنا معاه بذكاء كبير جدا، والحقيقه هو كان راجل والتزم، والاول مره في تاريخ عفروتو من كل الانديه اللي لعب فيها ان هو يكون رد فعله ايجابي في الاوقات الصعبه. كان موجود برضه. الو معاك يا ميدو اتفضل. يعني ممكن كان موجود بره الفريق وقاسينا عليه جدا كلنا بشكل معين، يعني استنفرنا طاقته، وهو كان رد فعله ايجابي جدا. وانا قلت له وعدته ان هو يعني طالما ان هو اتمرن كويس وبدا يتمرن كويس ان انا في اقرب فرصه هدخله الفريق مره ثانيه. ودي رساله لكل اللعيبه ان المؤشر الوحيد وان العامل الوحيد اللي هيدخلك الملعب ويطلعك الملعب هو ادائك في التدريبات وادائك في المباريات بغض النظر عن الاسماء او اي شيء. فهو الحمد لله لما نزل ربنا كرمه وبانت موهبته برضه، لان الهدف اللي احرزه هدف صعب جدا في سرعه وفي قوه، واحرزه من زاويه صعبه جدا، لكن زي شيكابالا برضه. انا بقول ان اتمنى ان شاء الله ان هي تكون مجرد بدايه، لان اللعيبه والاسماء اللي انت احنا بنتكلم عليها دي يا سيف لو وصلوا ل 70 80% من مستواهم هينقلوا الاسماعيلي نقله ثانيه خالص، وينقلوا الحقيقه اي فريق نقله ثانيه. فان شاء الله باذن الله انا متفائل ان هم يعني تكون مجرد بدايه باذن الله. عايز منك رد في دقيقه، محمد صلاح كنت تقصد ايه؟ لا ما فيش حاجه والله يا سيف، الناس للاسف خدت يعني التصريحات بتاعتي بشكل يعني ان انا بتكلم من ناحيه شخصيه، انا بتكلم كنت بتكلم بشكل عام، بتكلم ان في لعيب ممكن يبقى مميز جدا، والكاريزما دي بقى هي اللي بتكمله، هي اللي بتخليه ان هو ناس حتى مش مهتمين بالمجال بتاعه مجال الكوره يهتموا بيه وبحياته الشخصيه. لكن ما كنتش اقصد ابدا ان انا اقلل من قدر ولا قيمه محمد صلاح، اللي انا في رايي ان هو بيخطو خطوات ثابته كبيره جدا في عالم الاحتراف، وخاصه في مكان صعب جدا زي روما. وبتمنى له التوفيق ان شاء الله. وفي نقطه مهمه جدا، التصريحات دي البرنامج ده متصور بقى شهرين ثلاثه سيف، يعني انا ما قلتش التصريحات دي دلوقتي وهو مصاب وهو في وقت صعب، لا يعني عشان في ناس فاكره كده. فطبعا بتمنى له التوفيق وان شاء الله يتعافى من اصابته في اسرع وقت ممكن، وانا متاكد ان هو بعد البدايه اللي بداها مع روما دي ان شاء الله هيكون له شأن كبير جدا مع نادي روما، اللي هو نادي الناس برضو لازم تفهم ان روما ده نادي كبير جدا في ايطاليا. طبعا طبعا. وان الحته اللي فيها محمد صلاح دي مش محتاج ان هو يروح حته اكبر، لان يعني في ناس دايما بتتكلم تقول لك طب هيروح نادي اكبر امتى؟ لا روما نادي كبير وفيها لعيبه كبيره جدا فضلت في روما طول الكارير بتاعها وطول التاريخ بتاعها، زي توتي وزي دروسي، في لعيبه عملت مشوارها في روما لعيبه كبار جدا. ان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله ويرجعه الملاعب بالسلامه، وبتمنى لك كل التوفيق يا ميدو ان شاء الله مع الاسماعيلي وكل التوفيق الاسماعيلي. بشكرك شكرا جزيلا. احمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الاسماعيلي.